عزيزي المشاهد، أحذرك من الطب العربي أو مما يقال له الطب العربي أو الكي. هناك اعتقاد شائع جدا بالذات في المناطق النائية، في بالذات الأحوال التي بيحدث فيها التهاب في الأعصاب الطرفية السفلية أو ما يطلق عليه أرق النسا، أنه بيستجيب إلى الطب العربي أو إلى الكي. وده يعني اعتقاد خاطئ جدا ومضر جدا، لأن ما يحدث في حالة الكي هو أن الطبيب العربي أو الشخص الذي يقوم بالكي بيجي على المناطق التي فيها الألم وبيجي بسيخ محمي في النار وبيكوي المنطقة ديت. هو كل اللي بيعمله أنه بيحرق العصب تماما، بحيث أنه هو بيقضي على وظيفة العصب. احنا عندنا أغلب الأعصاب بتاعت الطرف السفلي هي عبارة عن أعصاب مختلط، بمعنى أنها أعصاب حسية وأعصاب حركية، بتدي منطقة من الإحساس في الجلد وبتدي عضلات بتؤدي إلى حركات معينة. فإلغاء الإحساس من هذه المناطق أو إلغاء الألم من هذه المناطق ده ليه عواقب وخيمة جدا، إن ممكن المريض ما يتنبهش إلى وجود الانزلاق الغضروفي أو الضغط الذي يحدث على العصب، وبيبقى كل شوية هذا الضغط بيزيد فهو مش حاسس بألم إلى أن يأتي وقت معين بحيث أن العضلة تتوقف تماما عن الحركة ويحدث شلل في الطرف السفلي. فالألم ده ليه وظيفة، وده هو يعني زي ما بنقول هو ريفلكس أو ميزة ربنا ادهالنا، حيث اما نحس بالالم نعرف ان في حاجه غلط فلابد ان احنا نتدخل حيالا. اما عن طريق الكي فاحنا بنلغي هذه الخاصيه تماما، زائد ان هذا الكي بيتسبب الى حدوث قرحات عميقه جدا في المناطق التي يحدث فيها الكي. هذه القرحات بتاخذ وقت طويل جدا حتى تلتئم، وبالذات ان ما فيش احساس في هذه المناطق من الجلد، وفي بعض الاحوال بنشاهد ان هذه القرحات بتتدخل دائما جدا الى الداخل لحد ما توصل الى العظام. عزيزي المشاهد، أحذرك من الطب العربي أو الكي.